صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على جميع المشاهدين في كل مكان. في الحقيقة مصر محظوظة بكتابها ومثقفيها وروائيها، فعندنا في مصر كتاب علامة في عالم الأدب العربي. وبنتكلم عن الكتاب المصريين أو الأدباء المصريين، أكيد لازم نتكلم عن نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل. لو بنتكلم على سؤال الحلقة النهاردة، عايزين نسألكم إيه أول رواية أو أول رواية قريتها لأديب نوبل، وإيه أول رواية ترشحها لأصحابك عشان يقراها. لكن خلوني أقول لكم عن نجيب محفوظ شوية، وأقول لكم إن هو بيعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل. في الحقيقة هو فخر كبير قوي لينا كمصريين، لأنه حد بدأ في الثلاثينات لسه لغاية النهاردة قصصه ورواياته عايشة لغاية النهاردة، لسه بتتعمل مسلسلات، لسه بتتعمل في أفلام وبتنجح وبتكسر الدنيا. أثرى المكتبات العربية في الحقيقة بمئات من الروايات اللي نجحت وكسرت الدنيا. بنتكلم عن مسرحيات، عن قصص قصيرة، عن أفلام، عن سيناريوهات، عن روايات. ففي الحقيقة هو يعني كاتب كبير جدا وأديب كبير جدا، مصر كلها بتفتخر بيه. حقق اعتراف دولي لما حاز على جائزة نوبل 1988، وترجمت رواياته للعديد من اللغات ومنها كمان اللغة الإنجليزية. طيب ليه هو بيعتبر من أكتر الأدباء الناجحين؟ لأنه هو دايما كان بيتكلم عن الحارة المصرية، فعشان كده كان عنده مصداقية كبيرة قدر بيها أنه يوصل للناس، قدر أنه هو يوصل الشخصية المصرية، تحليل نفسي حتى لرواياته، هو دايما كان بيعتمد على النمط الإنساني للشخصية. الحارة بتاعته كانت، أو الحارة اللي كان بيوصفها في رواياته، كانت بتمثل مصر بشكل مصغر، فكان بيطلع علينا في الروايات بتاعته شخصيات كده من حياتنا، فإحنا دايما حاسين بيها. مش فارقة بقى أنت مواليد سنة كام، مش فارقة أنت جيلك إيه، من الثلاثينات لغاية النهاردة إحنا كلنا يعني بنتفرج وبنسمع وبنستمتع وبنقرأ لأديب الروايات. طبعا نجيب محفوظ عمل أكتر من 34 رواية وأكتر من 350 قصة قصيرة، غير 5 مسرحيات، غير أفلام، وغير وغير. خلوني أسأل زميلي دلوقتي مصطفى ونعرف منه في ذكرى رحيل نجيب محفوظ إيه أول رواية قراها والروايات اللي بيرشحها. صحيح، ما يعني أنت يمكن قلتي كتير على نجيب محفوظ، ولكن يعني العجيب أن في 2022 الكوميكس في الفيسبوك ما زالت بتحفل بشخصيات من نجيب محفوظ. يعني يا جماعه انتوا يعني عارفين ان امينه وسيد السيد هم ابطال ثلاثيه نجيب محفوظ اللي احنا كلنا عارفينها. طبعا عارفين السكريه بين القصرين، قصر الشوق، ثلاثيه محفوظ المعروفه ما زالت حتى الان موجوده في وجدان المصريين بكوميكس بنشوفها احنا في عالمنا. انا شخصيا لو كنت بتساليني اول روايه قريتها ايه، كانت كفاح طيبه طبعا، لان هي كانت في المدرسه عندنا، وكانت بتجسد طبعا حقبه مهمه جدا من تاريخ مصر. بعد كده بدا الاهتمام في الجامعه بقى اثناء الدراسه بالاعلام، والواحد عايز يعني يبص او يطل على كل الوان الادب المصري اللي كانت موجوده. كانت طبعا الثلاثيه من ابرز الاعمال اللي قريتها لنجيب محفوظ، وعدد كبير جدا من الروايات. خليني اقول ان نجيب محفوظ كان رئيس دار النشر في الجامعه الامريكيه بالقاهره، عامل عليه ندوه واتكلم ان اعماله ترجمت لاكثر من 30 لغه. في الحقيقه انا مش عارف لغات العالم كام لغه بالتحديد، لكن 30 لغه ده يعني رقم ضخم جدا، كبير جدا طبعا. رقم يعني الامم المتحده لما بتتكلم في ان هي فيها 5 لغات علشان البتاع تواصل 5 لغات، ف 30 لغه، فانت بتتكلمي في كام ضعف؟ 4 اضعاف. فحاجه يعني هو مش علامه بس من علامات مصر، هو يعني يعد رقم مهم جدا جدا من ارقامنا في قوتنا الناعمه في الوطن العربي وفي العالم باكمله. حلو دايما انك لما يعني بتوصف المصريين او الشارع المصري، حلو ان انت تستند للحارة. صحيح، لان الحارة هي الشارع المصري، فلما تجيب الشخصيات منها وتوصفها وتمسك فيها تحليل كده لكل شخصية فيها. أيوة. وتجيب الشرير والطيب والكويس والغني والفقير منها، يعني من الحارة دي بتفرق جدا، وبتوصل للمشاهد بشكل طبعا عفواني جدا، والمشاهد بيصدقها جدا. كمان الفيلم التسجيلي اللي يمكن بنشوف لقطات منه لنجيب محفوظ، طبعا كان بيرصد برنامج حياته اليومي. هو كان ساكن في العجوزة على ما أتذكر، وكان بيصحى الصبح بيروح على القهوة، بيختلط بكل ألوان المصريين على القهوة، بيجيب الجرايد بيقعد يقرأ
كل الجرائد على المقهى المصري علشان يحلل ويكتب التحليل النفسي بتاع كل شخصية اللي هيكتبها في روايته. كان بيتميز جدا بدقة توصيفه لكل شخصية. انتوا عارفين ان كتاب الدراما لما بيجي يعمل شخصية بيعمل شخصية بيعمل المقابل ليها، يعني مثلا بتجيب حد مثلا شرير بتجيب حد طيب، بتجيب راجل قوي جدا فبتجيب الست ضعيفة زي أمينة والسيد، هو علشان تبين الخط الدرامي. فنجيب محفوظ كان متميز جدا في رسمه للتحليل النفسي لكل شخصية وقربه من الشارع المصري وقربه من المجتمع المصري وقربه من الحارة المصرية، وده اللي خلى أعماله مصرية خالصة وخلى أعماله حتى 2022 تفضل عايشة وتفضل في يعني في ذاكرة المصريين، ونحتفل النهاردة بيها في صباح الخير يا مصر في سنة 2022. يعني يكفينا ان احنا لغايه النهارده بنقول لما عايزين نقول على راجل قوي شويه او صحيح. متحكم، انت ايه السيد بقى ولا ايه؟ بالظبط كده. ده نجاح كبير قوي اكيد صحيح. وطبعا روايات تانيه كتيره نجحت ليه. صحيح. انا هتكلم يمكن عن الروايات اللي انا ممكن ارشحها للناس لما حد يجي يسالني. انا من الناس اللي كنت بحب جدا جدا مسلسل حديث صباح والمساء، وعجبني قوي المسلسل، عجبني قوي قصته والحبكه الدراميه اللي فيه، ويمكن كمان مؤخرا عجبني قوي قوي افراح القبه، فيمكن دي من الحاجات اللي انا اكيد برشحها للناس هم مش بس يقروها لا كمان يتفرجوا عليها، لان مسلسل فعلا حلو. وعجبني كمان ان هم خلوه يعني عصري شويه، لكن قدرنا ان احنا نوصل بيه للشخصيات المختلفه، او قدرنا ان احنا نتعاطف مع الشخصيات المختلفه اللي فيه، اكيد كمان الحرافيش وغيره وغيره من روايات كتير، لكن دول يمكن اللي انا هرشحهم للناس، حديث صباح والمساء وافراح القبه والحرافيش. احنا النهارده عايزين نعرف منكم في ذكرى رحيل نجيب محفوظ، ايه اول روايه قريتها الاديب نوبل، وايه الروايه اللي ممكن ترشحها لاصحابك عشان يقروها؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، ومنتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها في خلال الحلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.